ليش الولد بالإطار كل صراحهم شديد وتنافس قوي على منصب رئيس جهاز المخابرات؟ ليش؟ يعني هي المسألة قد لا تتعلق بجهاز المخابرات أو الأجهزة الأخرى. التنافس بالأساس بين القوى السياسية ككل هو يشمل جميع المواقع والمؤسسات. هذه المواقع والمؤسسات فعلا يعني مرغوبة لدى القوى السياسية أولا لأهميتها. أبروح أبوك جاوبني مباشر. لكن أكو نقطة مهمة أريد أشير لها، وأنا يمكن شرت لها في بعض اللقاءات، وهي أن المسألة مو في أصل التنافس. الحالة التنافسية حالة طبيعية بين القوى السياسية على هذا الموقع أو على أي موقع آخر في الدولة العراقية، باعتبار أن التنافس هو جزء من النظام السياسي في هذا البلد وجزء من التعددية السياسية القائمة في هذا البلد. لكن الخطورة تكمن في التوظيف السياسي. ما قد يقلق رئيس الوزراء والقوى المتنافسة هو التوظيف لمثل هذه المواقع، ولذلك جاءت الإرادة الدستورية في أن تكون بعض المواقع بالدولة بعيدة عن التوظيف السياسي. لذلك رئيس الوزراء مطالب فعلا يا موقع بعيد عن التوظيف السياسي أستاذ خالد، يا موقع وش وقت هو هذا ياسم. وهذا الخطورة تكمن، ولذلك سؤالي عن جهاز المخابرات. الخطورة سؤالي تكمن يا أستاذ خالد عن جهاز المخابرات والصراع على جهاز المخابرات، لماذا يريدون توظيف هذا الجهاز بطريقة لصالح قوى؟ أنا هنا شيء يجب أن أفهمه واسمع تحذيرات منك. أكو شيء بالكالوس. يعني فعلا بشكل أساسي بعض القوى السياسية قد تشعر أن جهاز المخابرات أو أي جهاز أمني آخر ممكن أن يشكل خطورة على المستقبل السياسي إلها، وبالنتيجة تريد تحصن وضعها من خلال أن تكون حاضرة في هذا الجهاز. هذا قد يكون واحد مبررات للتنافس، وقد تكون هناك مبررات أخرى. لكن أيضا رئيس الوزراء عنده محاذير ومخاطر فيما يتعلق بهذا الجهاز والأجهزة الأخرى. ما نأمل فعلا أن يتم اختيار شخصيات لهذه الأجهزة تكون بعيدة عن التوظيف السياسي، مو بالضرورة أن تكون بعيدة عن التنافس السياسي. زين